اماكن كتير في امريكا، بس انا بفضل من وجهة نظري هيستون. هيستون دي مدينة في تكساس، وهي اكبر مدينة في الولاية، والمدينة دي عدد سكانها مش كتير، مليون مليون ونص نسمة، بس الاراضي فيها اراضي خصبة جدا، ممكن نأجر فيها بسهولة. لا ما شاء الله، بس انا من وجهة نظر المتواضعة معليك ان احنا لو زرعنا هناك وبعدين نقلنا المحاصيل على هنا، ده بيساوي تكلفة ازيد. ده بعد اذنك طبعا يعني. وايه اللي يخلينا نجيب المحاصيل على هنا؟ ما نزرع هناك ونبيع هناك. بس انا موافق في كلمة اللي احنا نعرف التكلفة دي كام وبعدين نبقى نقارن. ده كلام مظبوط، بس انا اعتقد ان هناك ارخص، بدليل ان وزارة الزراعة في مصر درست الموضوع ده وكانت هتنفذه، بس مع الاسف اترفض لاسباب سياسيه. يا فندم لازم يترفض، ما مش معقول ابدا نروح نزرع ارض امريكا كلها ونسيب ارض مصر هنا تبوظ. يا حبشي ما تقطعش معالي الوزير. حاضر، سيبه براحته. بقول لك ايه يا معالي الوزير، احنا مش ممكن نقعد مع ناس من وزاره الزراعه اللي اشتغلوا على الموضوع ده عشان نفهم منهم؟ ممكن طبعا، ما فيش اي مانع. وبعد اذنك يا بابا، الحاج احمد كان عايز يقعد مع الاستاذ اسماعيل شافع عشان عندنا مشكله كده في طباعه الكتب. يبقى فكرني وانا اكلمه. معلش جنابك هنتعبك معانا، سامحنا. لا يا حاج احمد مفيش تعب ولا حاجه. والله يا معالي الوزير انت كترتنا وزودتنا. حط له فاكهه يا احمد. اديله. شوف يا حاج احمد، الاستاذ جمال حبيب عمل لي تقرير كامل بالموضوع بتاعك ولقيت اسف يا سعاده الباشا، سامحني لا مؤاخذه يعني. هو اللي انا قلته للاستاذ جمال حبيب غير خالص اللي انا جاي اقوله لجنابك. هيختلف ايه يا حاج؟ انت مش جاي عشان موضوع الكتب؟ هقول لحضرتك انا مثلا يعني بدل ما هتكلم في 100 مليون، لا هتكلم في 300 مليون. بدل ما كنت هعمل عقد سنتين، لا هعمل عقد 5 سنين. والفرق ده هيجي منين؟ هنزود كميه المطبوعات؟ انا هقول لحضرتك، انا قعدت في الحقيقه مع الحاج فتحي اخويا والحاج محمد، حضرتك تعرفهم شخصيا؟ لا بس بشوف صورهم معاك في الاعلانات. الهي يا رب اليوم اللي هناكل فيه لقمه طيبه مع بعض ونبقى اخوه في الله يقرب بقى ان شاء الله يا حاج. بص حضرتك، احنا الى جانب الكتب ان شاء الله هنعمل كلاريس، كشاكيل، هنعمل كتب خاصه لكل مراحل التعليم. ما شاء الله، انتوا ناويين تعملوا فجاله خاصه بيكم لوحديكم ولا يا حاج؟ لو فتح سمعك الله يحظك يا باشا. طب والله الكلام على قولك يا بيه، مصر كلها تنفع فجاله، البلد دي فيها احلى شغل. اللي يسمع كلامك كده يا حاج يقول مفيش ديون حكوميه ومفيش بطاله يا سعاده البيه، الحكومه دي مديونه علشان بتخلص شغلها الساعه 2 وتروح تنام. لا اله الا الله، في حكومه تخلص شغل وتروح تنام الساعه 2؟ لا، احنا بنشتغل 20 ساعه في اليوم، 22 ساعه في اليوم، لو قفلت يا اسمي يبقى احنا مين. ربنا يديكوا الصحه يا حاج. اللي قول لي يا حاج، معالي الوزير فهمي خليل اشتغل معاكم؟ هو اخ وصديق وراجل محترم، بس لا ملوش دعوه بالشغل. بس واضح من اهتمام انه له دعوه. ما هو سبحان الله، ربنا لما يوفق القلوب ويالفها ببعض كده، لا اله الا الله، يعني ما سبحان الله، قلب سعادتك وقلب سعاده الوزير ربنا يديمها نعمه. طب يا حاج، بس يا ريت تشوف لي صيغه ثانيه للاتفاق غير موضوع تثبيت سعر الورق ده. لا الله يبارك لك، ده هو ده اس الحكايه واصل الموضوع. لا اله الا الله، بقى سعادتك انا هديك 300 مليون جنيه كاش، يعني ممكن اسمح لي يعني تشغلهم في 300 مشروع، ده هيعوضك عن تثبيت سعر الورق سعادتك. طلع السعر بعد كده الله يعوض عليك، نزل السعر الله يبارك لك ويبارك لنا. غلبتني يا حاج، انا موافق بس بشرط. انت طق هنشغل نصهم عندكم في التوظيف يعني، وتديني اعلى عائد. انت تؤمر يا سعادة الباشا، علينا الاثنين. حاضر، بس بعد اذن حضرتك احنا نعمل العقد الاول ب 300 وبعدين تردوا لي نصهم، بعد كده نعمل بيهم عقد التوظيف، يبقوا عائدين جنب بعض، وادي لحضرتك الارباح اللي انت تشوفها. ماشي يا حاج، اديني فرصه كده اشوف التكييف القانوني لموضوع تثبيت سعر الورق. براحتك يا باشا. عندي سؤال تاني ليك يا حاج. امرني. هو انت ورا الحمله اللي بتحرم سعر الفايده في البنوك وتعتبرها ربا وحرام هو في الحقيقه احنا مش وراها، بس احنا مع الحمله دي. ليه بقى؟ لان احنا كمان رافضين تثبيت سعر الفايده في البنك. احنا عندنا الارباح متغيره، والله احنا كسبنا المودع يكسب، احنا خسرنا المودع يخسر، في العقد اصلا مكتوب كده. افهم من كده ان الفلوس اللي هنحطها عندكم ممكن تخسر؟ انت بتقول ايه يا باشا تخسر؟ انت بتقول ايه؟ معاش اللي يخسرك. لا يا ماجد مالكش حق، انا فاكر ان احنا جايين نقابل السيد الوزير، بعد كده ما تفاجئنيش بحاجه زي كده. يا حاج وكيل الوزاره ده اهم من الوزير، هو اللي بيعمل كل حاجه، والوزير جه عليه، يعني هو اقدم من الوزير ويعرف الدهاليز كلها. انت قلت لي اسمه ايه؟ كامل فريد.
طب خليك معايا باسمه على طول، صعبه تنسى اليومين دول. اسمه ايه؟ كامل فريد يا حاج. كامل فريد. على فكره انت غريب قوي يا محمد، عادي دي مراته، من حقها تيجي معاه، وبرضه من حقها اللي هي نازله معاه عادي. يعني هي لو كده يا احمد كنت انا جيت لك ولا قلت لك حاجه؟ ما كانت هنا امبارح طول اليوم. طب هي فين دلوقتي؟ هي متلقاها جوه في المكتب. ها هي لا اله الا الله، عايزني اخد موقف بناء على ايه؟ مفيش موضوع يتاخد بناء عليه موقف. طب نعرف حتى جت تاني ليه؟ انا امتى يا سيدي؟ دلوقتي، ولما نعرف بناء على اللي هنعرفه ناخد موقف. عبد التواب، ده انا بقالي ساعه ندهلك يا راجل. انا متاسف والله يا حاج احمد، بس الهانم الهانم مرات الحاج فتحي طلبت من شويه اوراق ودفاتر. ايه اوراق ايه ودفاتر؟ ايه دفاتر؟ حسابات الشركه. اهلا، انت عملت معاها ايه؟ اديتهم لها؟ لا جهزتهم، بس قلت اجي اشوف الحاج الاول عايز مني ايه. يعني انت لسه ما اديتلهاش حاجه؟ لا بس هوديهم دلوقتي على طول. لا يا عبد التواب، ما توديش حاجه. اللي تشوفه حضرتك كنت عايزني في حاجه؟ عايزك في ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايزك في ايه؟ كنت طب انا هفتكر ازاي؟ ما انا نادي لك من ساعه، بعد كده لما انت حضرتك تجيلي فورا. انا اسف اسف. اتفضل. اسف. ايه على فين؟ مالك يا دكتور احمد؟ مستغرب ليه؟ مستغرب اني جيت وما صبحتش علينا بدريه، فجاه كده لقيناك هنا. مين يقول لي مين الكلام ده؟ انا عشان كده عملت الوصول وجيت اصبح. جيت تصبح ولا جيت تتحقق في مجي؟ عدنا يا بدريه ان احنا فاهمين بعض كويس قوي قوي قوي، عشان كده بنحسس على الكلام مع بعض. انت شايف كده؟ انت شايفه غير كده؟ كنت عايز المدير المالي فيها بدريه. المدير المالي ده موظف في الشركه اللي تخص جوزي انا. الشركه اللي تخص جوزي دي تخصني انا كمان، وتخص الحاج محمد، وتخص الحاج توفيق يا بدريه. ماليش فيك، ماليش غير في جوزي وبس. احنا كمان لينا فيه يا بدريه. وعدها لك مره تانيه، الشركه دي تخص الحاج محمد والحاج فتحي والحاج توفيق وتخصني. على كل ان الدفاتر هتجيلك لو عايزه تتسلى شويه لحد ما جوزك يجي. على اذنك. على فكره الموضوع ده خد دراسه اكتر من 6 شهور، لدرجه ان احنا سافرنا ناس امريكا هيوستن، ورجعوا من امريكا عملوا ملف قد كده، وبعد كده الموضوع كله باص. لا حول ولا قوه الا بالله. بس اقول لك ايه يا كامل بيه، رب ضره نافعه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده مخصوص عشان احنا ننفذ اللي الوزاره كان نفسها فيه. فعلا محدش عارف الخير فين. طب تسمح لنا يا كامل بيه نسخه من ملف هيوستن؟ ولو فيها اي صعوبه او زعاق لسيادتك يبقى بلاش منها خالص. طبعا ما ينفعش اعمل الكلام ده، لكن عشان خاطر معالي الوزير انا هخدمكم، بس بشرط الموضوع ده يبقى سر بيني وبينكم. يا باشا مفيش مخلوق هيعرف على الموضوع ده اي حاجه غير معالي الوزير ابو ماجد عشان يعرف الواجب اللي انت عملته معانا. والله بابا كان متاكد ان حضرتك مش هتاخر علينا اي حاجه. طبعا طبعا، معالي الوزير افضاله عليا. والله يا فتح بيه الوزاره خسرت الراجل ده. يا باشا ما انا بقول لك رب ضاره نافعه، الوزاره خسرته واحنا بحمد